انا بحاول ابني مدينه كامله في المنطقه دي. طبعا كل مدينه مش هينفع تتبني من غير ما يكون في حاكم للمدينه، او في حالتنا حاكم للمملكه. فعشان كده اليوم احنا هنبني هضبه، هنبني عليها قلعه كبيره فيها تاورز كتير، وكمان هنبني والفار. اهلا بيكم في قناه عمر 5. انا عمر 5، واليوم انتوا هتشوفوا حلقه من حلقات 10,000 يوم في هارد كور. اوكي سو مبدئين عايز اقول لكم يا شباب عن خبر حلو جدا هيبقى عاجب اغلب الناس. انا اظن انا وصلت 2000 يوم في العالم بتاعي. يا 2000 من 10,000 كريزي صح؟ يا دي الخريطه اللي انا عملتها. تمام، احنا كنا متفقين ان احنا كل ما نعمل زي تقدم واسع جدا في المنطقه نعمل خريطه تانية. فبعد ما خلصنا المنطقه الصناعيه وخلصنا المزرعه الكبيره قوي دي، قلت لنفسي لازم اعمل خريطه تانية. انتم ملاحظين الخريطه دي اكبر من الخريطه دي لان دي فيها حاجات اكتر. الخريطه الجايه ان شاء الله هتكون في يوم 4,000. عموما دلوقتي نرجع ايه للموضوع الفيديو بتاعنا. تمام، احنا هنا هنبني هضبه كبيره. تمام، مش كبيره قوي، هتبقى في الحجم المتوسط تقريبا، وهنحط عليها قلعه. وحابب اعملها زي القلعة اللي بتتعمل دي بتدي بسليت وكده، ف هيبقى شكلها حلو، هيبقى شكلها غريب بس هيبقى حلو. تمام، انتوا قولوا لي برايكم في الكومنتات لما نخلصها. محدش يسال ايه اللي حصل هنا. تمام، مش هيعجبك اللي حصل. عموما بما ان انا غبي وما بعرفش انا احضر للفيديوهات بتاعتي زي اي بشري تاني، هضطر اني اروح اجمع موارد. عمر 5 يجمع موارد. وات ذا هيل. الموارد اللي احنا هنحتاجها يا مشاهدين الاعزاء هي كالاتي: ستون اند سايت، كابل ستون، موس بلوك، وجراس بلوك. والموارد دي تعتبر شيء مش صعب ابدا، بحيث ان الجراس في كل حته في المنطقه، وكمان الستون تحت الجراس، فبالتالي الموضوع مفروض يبقى اسهل من اللي انا اقتل نفسي. مبدئيا خليني اتاكد ان انا ما عنديش ستون في المخزن، لان انا اخر مره فاكر ان انا خلصت كل الستون بتاعي على المنطقه الصناعيه. عندي خشب. تمام، عندي خشب بالهبل، ودول شويه الستون الوحيدين اللي معي. اوكي، السلام عليكم، الصباح الفل اخي كريم، في الله اخبارك؟ مش مهتم. اوكي خلينا ننزل. انا بالتاكيد هحتاج بيكون، فده حوار تاني حاليا. لكن في العمل اللي انا هنزل روبوت لتحميل العالم في القناه الثانيه، ولو انت مش مشترك في القناه الثانيه يستحسن تشترك. فانا كده عندي جراس بلوك من التسطيح اللي انا عملته هنا ده، عندي شويه كابل ستون برضو من التجميع اللي انا عملته، وشويه انديسات من التجميع اللي انا عملته، وشويه ستون من التجميع. يعني فهمتوا يعني؟ فاهم شباب؟ مور جاهزه يا شباب. دلوقتي انا عايز اسالكم سؤال، لان كنتوا اكتر ناس بتعرفوا في ماينكرافت، يعني اكتر مني صراحه، شيء شويه مخيف. في ناس بتقول ان في فارم للستون، هل هذا الكلام صحيح ولا لا؟ وانا ما بتكلمش عن الكابل ستون جنريتر، انا بتكلم عن حرفيا فارم ستون، بتنزلك ستون حرفي. الكلام ده صح ولا انا بتلعب عليا؟ مش هستغرب لو بتلعب عليا. شكل الجزيره المسطح الحلو ده حلو جدا، بس طبعا لازم دايما كل حاجه حلوه يطلع لك فيها خازوق في النص، زي المكان اللي مش مسطح اللي ملوش اي 30 لازمه ده هنا. فانتوا اوريدي تعرفوا انا هعمل فيه ايه. عبيد من على وش الارض. المفروض بقى ان انا هنا احط فم اقدر بلاي بقى أو موسيقى حلوه بتاعه. واو، مع انها ما بتستاهلش حرفيا، بشيل حاجه صغيره مش عارف صراحه انا بفكر في ايه. شوفوا شباب، انا في يوم كنت بمشي في الشارع حلو، قابلت بقره بتطير. البقره اللي بتطير دي قالت لي ايه؟ قالت لي انت الشخصيه المختاره. فيا بقى انا برضه قلت بقره بتطير وات ذا هيل. اوكي، بما سطحنا المنطقه دي بقى دلوقتي الشكل احسن بكتير. مش عارف ليه انا بتضايق حرفيا لما يبقى في حاجه مش مكتمله. شايفين الحته الصغنونه قوي دي؟ شوف طلعت لي قد ايه؟ لا ولسه في على الارض كتير كمان مش عارف اشيلهم. وكده احنا مستعدين لبناء التله. بس احنا مش مستعدين ابدا لبناء القلعه، محتاجين بلاوي سودا واولها فارم وول، لان الفارم اللي عندي هناك خالص دي بطيئه. صح، هي مش حكايه بطيئه بس الحكايه يعني تحت الارض، فاهمين؟ انا عايز ابني حاجه بقى، يعني عايز اطول الفيديو من الاخر. تمام، انا صريح فاهم. تمام، بلاش كلام كتير وخلينا نبدا في التايم لاب. Thank you.
اوكي جايز، فالمكان ده خلص حلو، الهضبه بالكامل خلصت. وبالمناسبه الهضبه دي ما تسالوش هي اتعملت ازاي، لان حرفيا مش فاهمين، انا مش عارف اشرحها دلوقتي. للجزء الثاني من البناء وهو القلعه نفسها، القلعه نفسها هيبقى فيها جريدينت، ودي حاجه انا اول مره ابنيها لان انا ما بحبش قلعات. تمام، كانت انا ما بحبش قلعات بسبب شكلها، بالعكس شكلها احسن مني بمراحل. بس الفكره هنا ان بناء القلعات ساعات ممكن يبقى محير قوي، فاهمين قصدي؟ فعشان كده ما بحبش ابنيها او اصممها حتى. القلعة بتاعت النهارده نستخدم حاجه جديده اسمها الجريدينت. الجريدينت ده في العاده بيكون مجموعه من الالوان بتتحط من فاتح لغامق او العكس او من لون للون، فهي بالاحرى ترانزيشن بين الوان متعدده بتستخدمها في البناء نفسه زي الحيطان، الابراج، الى اخره. فهمتوا الفكره؟ دي من ضمن حاجات كتيره في البناء اسمها الكالر باليت، او نوع البلوكات اللي انت بتستخدمها. وده باختصار بيكون نوع البلوكات اللي انت عايز المبنى بتاعك يكون بيدي طاقه ليها، يعني بيدي مثلا حياه. يعني فلنقل انت هتعمل قلعه بديب سليت وستون، بس هتبقى ديب سليت وستون فقط، تبقى كئيبه زي حياتي. فعشان نعمل الجرينيت ده احنا محتاجين وول وكونكريت باودر كتير. كونكريت باودر مقدور عليه يا شباب والله، بس الول لا. انا عايز اعمله ايه في المكان اللي انا واقف فيه دلوقتي ده؟ المفروض يبقى فيه حظيره. حلو، لان حظيره في مكان مزارع ضخمه اظن ان ده شيء منطقي حبتين. هيبقى في هنا حظيره، طبعا الحظيره دي هتكون فيها الفارم بتاعت الول بس، مش هيبقى فيها اي حاجه تانية. اوكي خلينا نبني الفارم دي، نشوف شكلها هيبقى عامل ازاي في الاخر. راحت الكرات فيها. دلوقتي بقت بقعة ديرت هي الوحيدة في حقل من الكاروت الكتير، حرفيا زي متوحد. اوكي الحظيره خلصت. يعني اتمنى يكون شكلها حلو صراحه. تمام، ديزاين مش اوريجينال قوي بس هو يعني يكفي الحال ويوفي. حاليا انا حطيت الالوان اللي انا محتاجها بس في الفورم، لان انا مش عايز 16 لون، انا بس عاوز الالوان اللي محتاجها بس، هتفيدني قدام جامد جدا. لكن عشان ابني القلعه مش مستحمل اقعد اف كي صراحه، فانا هروح ابص كده على مخزون الوول اللي انا عندي في المكان، الشيء الحفره اللي انا عاملها هناك. في شويه حلوين. تمام، انا عندي ريد وول هناك في المخزن بتاعي اللي هنا، فهاخد الكميه اللي هنا، هاخد لايت جراي كمان. انا احتاج اورنج عشان ليه لا، فمن قصدي انا حتى مش هتعب نفسي ان انا فايت الريد ده صراحه. الواحد بيصور الساعه 3 بالليل وانا نعسان قوي. في الاخر اتضح ان فعلا كان في موارد ناقصه مني، واللي هي الدايرايت. الدايرايت كان سهل جدا ان انا اجيبه، بحيث ان هو بيترسبن بكميات مهوله حرفيا زي انتم شايفين. فدلوقتي ما بقاش فاضل غير البناء. اوكي اكون صريح معاك، انا عمري ما توقعت ان المنظر يطلع بالحلاوه دي. احنا عندنا هنا التاورز للحراسه، وكمان الطريق للقلعه جامد جدا، عامل هنا زي شيء
تسألوش ده ايه لان انا مش عارف اجاوب. وهنا القلعة نفسها، انا صراحة لسه مش عارف التصميم الداخلي هيكون عامل ازاي، لان حرفيا ما فيش تصميم داخلي، وخايف ادخل لان متأكد ان في ناس مستنياني يعني جوه. بس كأول مرة ليا يعني في تصميم قلعة اظن ان انا عملت شغل حلو. دلوقتي شباب انا عايز اخد رأيكم في حاجة، تمام؟ ودي حاجة انتوا اللي هتقرروها، تمام؟ نسيت الشيء ده، هقول لكم ايه الشيء ده، اكيد تسألوا ايه الشيء ده، انا هقول لكم، تمام؟ بس الصبر حلو، فاهمين؟ شايفين الاعلام دي؟ دي اللي هي المفروض الاعلام بتاعت المملكه الحاليه اللي احنا عايشين فيها. انا ما عنديش ليها لون ولا عندي ليها ادنى فكره انا عايز المملكه دي اسمها ايه. فاللي انا محتاجه منكم يا شباب انكم تطلعوا لي اسم للمملكه بتاعتنا دي، تمام؟ لان كل مملكه بقى ليها اسامي، فانا عايز اسم لدي. ومحدش يقول لي مملكه البطيخ عشان ما ادلوش حذف من القناه. انا عايز اسم كده، اسم تاريخي، فاهمين قصدي؟ اسم كده حلو. ولو ما عرفتوش فاهمين قصدي، هختار انا، بس انت مش هيعجبك ولا انا اختاره. اما بالنسبه للحاجات دي، فدي تخطيط المدينه يا شباب. البيربل ده هو الطريق، تمام؟ والاحمر هي بالطبع البيوت دي. انتم شايفين في بيوت كتيرة جدا. اللي احنا هنعمله بقى ان شاء الله في الحلقات القادمة، واللي احنا هنبني سكشن سكشن، تمام؟ ففي الحلقة الجاية ان شاء الله المفروض نبني المنطقة دي كده، تمام؟ وبعد كده هنبدأ بقى شوية بشوية نغطي المناطق دي كده كلها لحد ما نوصل لهنا، لان هي دي هتبقى نهاية المدينة على ما اظن. طبعا قبل بقى ما ننهي الفيديو، حابب اشكر مازن انه ساعدني على بناء القلعة الجميلة قوي دي. وبس انت ليه ساعد في الفيديو، اطلع بره يلا.